أهلا بكم مرة أخرى، نلتقي وموجز لآخر الأنباء بخصوص ما يجري على الساحة فيما يخص العملية الانتخابية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع الحالات المرضية إلى 35 حالة خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن غرفة الأزمات الخاصة بمتابعة الانتخابات أن 20 حالة مرضية تم نقلهم للمستشفيات وخرجت بعد تحسنها، فيما تبقى 11 حالة تحت العلاج والملاحظة، بالإضافة إلى 4 حالات تم إسعافهم بالمكان، حيث تراوحت الحالات بين الإغماء وارتفاع درجة الحرارة وانخفاض ضغط الدم. قال المستشار صبري البنا رئيس لجنة الانتخابات العامة بالمنوفية إنه تم وقف التصويت بلجنتي 38 و39 بمركز أشمون بمحافظة المنوفية لعدة دقائق عقب سماع مكبرات صوت خارج اللجنة توجه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين، مما يعد خرقا للصمت الانتخابي. وقامت قوات تأمين اللجان الانتخابية بالقبض على المتهمين بخرق الصمت الانتخابي وبحوزتهم مكبرات الصوت وجاري عرضهم على النيابة. أعلن اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالدوائر المؤجلة بالمرحلة الأولى والصادر بشأنها حكم قضائي بإعادة الانتخابات بها يومي السبت والأحد المقبلين. وقال قمصان في تصريحات صحفية إن الانتخابات ستجرى للمصريين بالخارج التابعين لدائرة بمحافظة الإسكندرية ودائرة بدمنهور بمحافظة البحيرة ودائرتين بمحافظة بني سويف، على أن تكون الانتخابات في الداخل يومي الأحد والاثنين. من جانبه قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إن العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات قد أشادت بالعملية الانتخابية. وأوضح قمصان أن الجولة الثانية شهدت ارتفاع عدد المشاركين بانتخابات المصريين في الخارج من حوالي 30 ألفا بالجولة الأولى من المرحلة الأولى إلى حوالي ما يزيد عن 37 ألفا من المرحلة الثانية. وأشار قمصان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلقى بلاغات جدية ذات أدلة حول وجود ظواهر لتقديم الرشاوى الانتخابية وخرق ضوابط الدعاية الانتخابية. أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم قراراً بتعديل موعد استقبال نواب المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية لتسجيل بياناتهم واستخراج كرنيهات العضوية ليبدأ من يوم الثلاثاء 8 من ديسمبر وحتى يوم الأحد 13 من ديسمبر بدلاً من يوم الأحد 6 من ديسمبر، وذلك نظراً لعدم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والترميمات بالمجلس. أعلن المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات تأخر فتح 15 لجنة انتخابية في اليوم الثاني من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى توقف العملية الانتخابية في لجنتين بسبب مشادات تم احتواؤها واستئناف عملية التصويت. وأوضح مروان أن اللجنة تلقت 36 شكوى وجميعها متعلقة بمخالفات الدعاية، حيث تم اكتشاف وجود مخالفات بالحسابات البنكية الخاصة ببعض المرشحين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لذا تم إحالتهم إلى النيابة العامة. على صعيد متصل أكد المستشار عمر مروان أن عدد المصوتين المصريين في الخارج بلغ في نهاية اليوم الثاني للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الثانية نحو 17500 صوت تقريبا، وأشار إلى أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا في عمليات الفرز. وفتحت السفارات والقنصليات أبوابها على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين أمام الناخبين، بينما لم يجرى الاقتراع في 4 دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها. أعلن اللواء أسامة سنجر رئيس غرفة الأزمات والمشرف على غرفة عمليات مجلس الوزراء أنه تم رصد عدد من حالات التأخر في فتح اللجان بالساعات الأولى لليوم الثاني لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية،
خاصة في محافظتي الشرقية والدقهلية، بالإضافة إلى رصد مخالفات لشراء أصوات ناخبين. وأضاف سينجر أن الإقبال منذ أمس متوسط، موضحا أن قرار رئيس الوزراء بمنح نصف يوم عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيساهم في زيادة الإقبال على الانتخابات خلال الساعات القليلة القادمة.